السلام عليكم. مأرب في وجه التحديات، والحديث هنا على ما أثير من جدل مؤخرا. هذا الجدل الذي جاء عقب سقوط قتيلين، واحد من الأمن والآخر من متظاهرين تجمعوا أمام مبنى المحافظة بعد تعيين أحد القيادات الأمنية على خلفية انتمائه الاجتماعي. لكنها مأرب التي يراهن عليها الكثير، ففي مأرب يعيش الناس مزيجا من التنوع المحكوم بتآلف المصلحة العامة والقانون الناظم، غير أنه وبعد أن أصبحت قبلة للنازحين والمؤمنين بالدولة، بدأت المخاوف من إثارة الفوضى واستهداف هذه المدينة. مأرب التي لم تسقط عسكريا، يرى آخرون أن هذه المحاولات تمضي في سياق اقتناص الشرعية فيها من باب الفوارق الاجتماعية هذه المرة، والدفع بها للانزلاق نحو مربع للعنف. فهل تظل القيادة السياسية للمحافظة عند مستوى التحدي رغم كل المحاولات لإفشال أنموذج الدولة المدنية بصيغتها الاتحادية التي تتشكل في مأرب متجاوزة كل العقد القبلية والطائفية والمناطقية؟ سؤال سنحاول الإجابة عليه في حلقتنا لهذا المساء، فأهلا بكم مشاهدينا الكرام. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير. مأرب الوجه الأنقى لحضور الدولة ومعنى الوطن، هكذا يتحدث النازحون من الحرب إليها، كما يتحدث الساسة ورجال الدولة والمال والصحفيون أيضا. إنها مأرب العصية على الإنقلابيين ومأوى من لا مأوى له، وهي مأرب بخصوصيتها بما تحتويه من قيادات عسكرية وأمنية للدولة، أبرزها هيئة الأركان العامة والتوجيه المعنوي وقيادة المنطقة العسكرية الثالثة، فكانت على غير ما شهدته بقية المحافظات الجريحة، وظلت مؤسساتها متماسكة وأكثر أمنا واستقرارا، فمثلت لليمنيين عاصمة للجمهورية الثانية. غير أن ما شهدته المحافظة مؤخرا من احتجاجات مسلحة على خلفية بعض التعيينات في هرم المؤسسة الأمنية للمحافظة أسفرت عن سقوط ضحايا ألقت بظلالها الثقيلة على هذه المدينة، إلا أنها من وجهة نظر أخرى مثلت اختبارا حقيقيا على قوة مداميك الدولة عن طريق السلطة المحلية في هذه المحافظة، إذ سرعان ما أعقبت تلك الاحتجاجات حملة انتقادات واسعة وأثارت حساسية البعض، لكن آخرين وهم كثر حاولوا القفز بذلك إلى مربع الفوضى الأمنية. التف اليمنيون حول مأرب رغم حرص البعض على استدعاء الخطاب المناطقي والطائفي تجاه بعض، في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تخوض معركة استعادة الدولة. نداءات أطلقها محبو هذه المحافظة قبل المبغضين على خلفية الأحداث عن ضرورة ترجمة وجود الدولة بأدواتها المدنية، فالتظاهر كفعل مدني حق مكفول ولكن في السياق القانوني، وأن يكون القضاء لا السلاح مرجعية جميع الخلافات. فمأرب التي احتوت مئات الآلاف من اليمنيين على تنوعهم حين ضاقت بهم البلاد لن تتعثر بهذه الأحداث. يقول أحد النازحين: أصبحت مأرب هي مأوانا وبيتنا ومنزلنا، ونتمنى أن يتركوا مأرب لأهلها ولسلطانها، وأهل مكة أعرف بشعابها. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الصحفي حسين الصوفي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ حسين. يا مساء النور، أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك. وبداية أستاذ حسين، يعني نود أن تسرد لنا ما حدث بالأمس وفق حدوثه. شكرا جزيلا لكم. الذي حدث طبعا حسب الرواية الرسمية وحسب ما نحن شاهدنا، أن هناك كانت هناك تجمعات احتجاجات على ما وصفت أنها احتجاجات على تعيين العميد عبد الملك المداني مديرا عاما لشرطة مأرب، لكن الذي اتضح من خلال ما بثته اليوم أجهزة الأمن من الصور أن هناك كان هناك مسلحون، وهؤلاء المسلحون هم من باشر باستهداف الأمن واشتبكوا أيضا مع الأمن، وكانت فعلا يعني هناك كانت من يريد أن
يعني أن يخلط الأوراق، واتضح ذلك جليا من خلال الحملات التصعيدية وما أفردته اليوم صحيفة اليمن اليوم حينما أبرزت عنوانا عريضا وقالت الشرارة الأولى في مأرب، وكأن هناك يعني من يريد أو من يترقب يعني افتعال فوضى في مأرب لأنها كانت عصية على الانقلاب بشكل كبير. نعم، مأرب يعني والتي تعد أقوى قلاع الشرعية ربما من بين المناطق المحررة، لماذا يعني هذا التربص بها خاصة يعني بعدما أورته يعني الأمر مفتعل بدليل مثلا الصور التي قلتها المسلحون، بدليل الحملة التصعيدية التي يعني حدثت فيما بعد، إذن ما هي الأسباب التي تدفعهم لذلك؟ هناك أسباب كثيرة، طبعا هذه ليست أول محاولة، وهذه ربما يجب علينا جميعا أن نستحضرها أنها ليست أول محاولة لافتعال المشاكل في مأرب وأيضا إقلاق السكن العام. نحن ربما عشنا هنا البعض منذ أول لحظة للانقلاب، والبعض يعني له أكثر من سنة، ونحن لنا أكثر من سنتين هنا في مأرب، وكلنا كنا نتابع يعني إما التفجيرات التي كانت تزرع بوات ناسفة وغيرها من التحريض على مأرب. الذي يعني إجابة على سؤالك، لماذا مأرب؟ مأرب كانت ضمن محافظات الجمهورية، كانت مستهدفة منذ أول لحظة، وربما نتذكر أن أول الحروب كانت في مجزر وكانت في الصفراء، هذه كانت أول الحروب التي خوضت في 2011. إلى اليوم لم يستطيعوا أن يدخلوا مأرب، لم يستطيعوا أن يتجاوزوا القبيلة اليمنية، القبيلة المأربية، المأربية الشهم الذي وقف، والسلطة المحلية حينما وقفت أول يعني موقفا صعبا جليدا. وهنا يجب أن نتذكر أن مأرب هي وحدها، وأن سلطان العرادة يعني رجل دولة، يعني رجل أدى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، هو الوحيد الذي وقف واحتضن الدولة واحتضن الشرعية واحتضن المقاومة واحتضن الجيش الوطني، هو الوحيد الذي تصرف وهو ليحمل صفة رسمية يوم أن حوصلت الحكومة وخالد بحاح لأكثر من أسابيع، ويوم أن تم محاصرة منزل رئيس الجمهورية وقتل أقاربه، يوم أن تهاوت مؤسسات الدولة، غابت كل مؤسسات الدولة وكل رموزها وكل محافظيها وكل وزرائها، وبقي سلطان العرادة يمثل الرئيس ويمثل نائب الرئيس ويمثل رئيس الوزراء ويمثل الحكومة ويمثل البرلمان والسلطة القضائية وغيرها والجيش والأمن. واستطاعوا أهل مأرب وأبناء مأرب الشرفاء الذين هم من أقاموا مطارح مأرب وقالوا أن دماءنا وأعراضنا وأموالنا ستكون دفاعا عن هذا البلد، دفاعا عن الدولة، عن الجمهورية، وبالتالي منذ تلك اللحظة هي الوحيدة مأرب التي كانت عصية على الانقلاب، عصية على كل الفوضى، عصية على كل محاولات الدسائس الرخيصة. وهذا يجيب ربما على هذه المحاولات التي تتوالى يوما بعد يوم على استهداف مأرب. نعم، إذن أستاذ حسين، هذه المحاولات التي تحدثت عنها، هناك من يعني يشير بها إلى الخارج، هل تجد أن هناك يعني مصالح دولية أخرى تريد العبث بمأرب كما حدث في بعض المحافظات؟ الانقلاب هو منذ أول وهلة ربما كان يجري بترتيب من جمال بن عمر، وهذا كان واضحا، وكان هناك أيضا دعما، يعني لو وقفنا وتمحصنا وتفحصنا اللحظات الأولى التي دخل فيها الحوثيون حينما دخلوا صنعاء احتلوا كل الوزارات بما فيها كانت مكتب وزير الدفاع وأيضا رئيس هيئة الأركان العامة، وتصوروا فيها كان الأطفال واللصوص الذين كانوا معهم يظهرون في البيوت في مكاتب الحكومة في مجلس النواب في غيرها، يتصورون إلا مكان واحد الذي هو شركة النفط، يعني المؤسسات النفطية، ووزارة النفط لم يقربها أحد، وكان هناك حراسة مشددة على وزارة النفط. لماذا؟ لأن الحوثيون هم من قاموا ب السوق السوداء وتجارة النفط، وبالتالي كانت هناك تعاون مباشر ويعني ربما كثيف وحثيث مع الشركات النفطية التي رفعت شعار أمام كل لتر بترول لتر من الدماء، وهي التي تستخدم داعش في العراق وتستخدم داعش وأيضا الحشد الشعبي في العراق وسوريا وتستخدم الحوثيون في اليمن. فهناك أيضا يعني ضغط كبير جدا من قبل هذه الدول التي تستعمل الانقلابيين، وأيضا الانقلابيين وحقد المخلوع على مأرب تاريخي وكبير، وبالتالي هم منذ أول لحظة فشلوا أن يقولوا أن مأرب فيها القاعدة، وانتفض الناس كلهم. نعم. وأعلنوا هناك مظاهرة كانت في سبتمبر 2014 أن ملوك مأرب ليسوا قاعدة، واليوم يأتون بشماعة أخرى وأكذوبة سمجة لا علاقة لها بمواقف أبناء مأرب.
نعم، إذا اسمح لنا أستاذ حسين أن ينضم أيضا معنا عبر الهاتف دكتور عبد ربه مفتاح وكيل محافظة مأرب. من هناك مساء الخير دكتور عبد ربه. مساء الخير لكم ولطاقمكم والمشاهدينكم وضيوفكم الأعزاء. أهلا بك معنا الدكتور. يعني حدثت أمس سقط فيها قتيلان، أحدهما من الأمن والآخر من المتظاهرين، كيف تم احتواء حادثة الأمس؟ في الحقيقة أحب أن أطمنكم وأطمن أبناء اليمن أن كثير من الزوبعة نشرت في وسائل التواصل الاجتماعي ليست صحيحة، وكل ما يقال أو يكتب فيها ليس بصحيح. مأرب تنعم بالأمن والاستقرار وتحتضن أبناء اليمن ومأرب لليمنيين دون استثناء، من شمال الوطن ومن جنوب الوطن ومن شرق الوطن وغربه. وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية الذي أنتم تعرفون ظروف يعيشها وطننا الحبيب مأرب يعيش فيها ويكونها اليوم قرابة 3 مليون نسمة، وهؤلاء أمنهم واستقرارهم يحتم على أن يكون هناك الأمن والاستقرار والسكينة. الذي حدث بالأمس كما سمعت في هناك شباب ويطالبوا بعض المطالب في ظل ظروف لا زالت الحرب قائمة، وسبق وأن أصدرت اللجنة الأمنية أو الجهات الأمنية بلاغ بعدم التجمهر، وذلك حرصا من قيادة السلطة المحلية ومن الأمن ألا تأتي صواريخ الموت التي لا زال من وقت إلى وقت آخر تقذف في الميليشيات الإنقلابية للليل من أبناء الشعب، وهم يعرفون أنهم في محافظة مأرب. وأيضا الأمن والاستقرار في محافظة مأرب يوغر صدورهم. والذي حدث بالأمس مباشرة كان هناك عقد لقاء أو للجنة الأمنية بصورة استثنائية، وتم تشكيل لجنة، واللجنة باشرت عملها منذ انتهاء الحادث الذي حدث في بوابة محافظة مأرب، وهي الآن إن شاء الله يعني تستكمل كل الإجراءات وكل التحقيق الذي سقطوه هم أبناءنا، وسواء من أفراد الأمن حماية المحافظة أو من الذين أتوا وغرر بهم في هذا الوقت، ولا زالت الجبهات تشتعل، ونحن بحاجة إلى الحفاظ على الصف الوطني وعلى أمن واستقرار من أتوا. وأيضا أبناء المحافظة، محافظة مأرب أنتم تعرفون أنها حافظت على مؤسسات الدولة وحافظت على كل مستلزمات أخوتنا وضيوفنا الأعزاء، اليوم هم بحاجة إلى ترتيب الأمن والاستقرار، وأنتم تعرفون من أتى كلها تحدث هناك من وقت إلى وقت آخر ظروف أمنية تستدعي الحذر من العصابات والميليشيات الإنقلابية التي تريد أن تدس السم في العسل وتريد أن تنال من هذه. نعم، ما أهمية ذلك دكتور عبد ربه؟ يعني ما أهمية أن تظل المحافظة في وضع أمني مستقر، خاصة وهي تعد العاصمة العسكرية للشرعية؟ هي أصبحت العاصمة العسكرية والمدنية، وأصبح هناك زائرين للمحافظة من وزراء ومسؤولين للشرعية. طبعا أنتم تعرفون والشعب اليمني يعرف أن هذا الأمن والاستقرار يحتم علينا وعلى كل إنسان غيور أن يحافظ على هذه الأمن والاستقرار في هذه المحافظة، لأنني أعتبره أكبر منجز هو الأمن والاستقرار الذي كان تغرد عليه الميليشيات الإنقلابية وعلى وتحاول أن تشوه وتنال من محافظة مأرب. ظهر لأخوتنا وأشدانا وضيوفنا الأعزاء من المحافظات واتضحت لهم من هي محافظة مأرب، وأنتم تعرفون أنهم ليلا ونهارا يحاولون أن يخططوا لإقلاق الأمن والسكينة، ولذلك يحاولوا أن يدفعوا وأن يغيروا مسار الانتصارات الذي تحدث في الجبهات، وأيضا الانتصار في الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات سواء في مجال الصحة أو في مجال التعليم لأبناء المحافظة، وأيضا لاستيعاب أخوتنا وضيوفنا النازحين الذين أتوا من المحافظات من جحيم الميليشيات الإنقلابية التي هي تحاول أن حتى تتابعهم وترسل لهم صواريخ الموت. فكان هناك يتطلب مننا، طبعا أريد أيضا أن أذكر أنه أبناء محافظة مأرب مشايخها وقبائلها وأبنائها من الجهات الأمنية والعسكرية وأيضا أبناء اليمن حريصين كل الحرص
وأنا على يقين أن لا يسمح لأي إنسان مهما حاول أو مهما دفعت الجماعات التي تريد أن تقلق الأمن والسكينة في هذه المحافظة. أبناء محافظة مأرب هم إلى جانب الشرعية وإلى جانبهم من أول يوم دافعوا وأتوا معهم أبناء اليمن ودافعوا، واليوم نهر من الدماء من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وأيضا الأقاليم. وبإذن الله عز وجل سيكون هناك الغد المشرد، لكننا ندعو عبركم وعلى المشاهدين كل إنسان غيور في هذا الوطن ألا يسمح للعابثين والذين يحاولون أن يدفعوا والموغورة صدورهم بأبناء اليمن حتى ينحرف النصر ويتركوا. نعم، يعني عند عبارة الموغورة صدورهم أستاذ دكتور، تنحرف البوصلة، بوصلة النجاحات وأيضا البطولات التي يقدمها أبناء اليمن في جبهات القتال لدحر الميليشيات الانقلابية التي ستذهب قريبا إن شاء الله إلى مزبلة التاريخ. نعم، يعني تحدثت عن المغورة صدورهم دكتور عبد ربه، ربما يعني وهناك من يتحدث فعلا عن احتقان شعبي شديد خلال هذه الفترة، وأنت تعلم يعني بالحساسية الاجتماعية أو الشرخ الاجتماعي الحاصل في هذه الأونة. هناك من يتساءل هل نظام الأقاليم يفرض قانونا يعني ألا يتم تعيين قيادات الدولة إلا من أبناء المحافظة؟ للأسف الشديد هناك من يريد أن يفسر ويحاول أن يخرج مخرجات الحوار الوطني في غير مسارها الطبيعي والذي أنشأت. اليمن ومخرجاته كانت لم تطبق إلى حد الآن. عندما رأى الإنقلابيون والميليشيات أن أبناء اليمن بدأوا يتجهوا إلى المطالبة بالعدل والمساواة والأقاليم في دولة اتحادية تشمل جميع أبناء اليمن وليس لأبناء محافظة مأرب ولا لأبناء عدن ولا لأبناء محافظة حضرموت، اليمن يتسع للجميع دون استثناء، وهذا سيظل حتى في الدولة الاتحادية أبناء اليمن، لكن هناك دولة اتحادية من أجل المشاريع والتنمية وشق الطرقات حتى تنال المحافظات والأقاليم التي حرمت منذ فترة طويلة نصيبها سواء في الثروة وأيضا في إيجاد المدارس وشق الطرقات وأيضا وجود سبل المعيشة التي ينشدها كل مواطن عزيز في هذا الوطن، ليس كما يروج لها الآخر أنه يتم استئصال أو عدم استماح لأبناء أي محافظة أن يكونوا في محافظة أخرى. هذا الذي يديرها هي الميليشيات التي أرادت وأن تحبط مخرجات الحوار، لكن أن لها ذلك اليوم الشعب اليمني نهر من الدماء من أجل أن يحافظ على وحدته وتماسكه، وهذه الذي نشاهدها اليوم أو يظهر من وقت إلى وقت آخر هي بفعلهم، وستذهب مثل ما سيذهبون إن شاء الله إلى مزبلة التاريخ. كل أعمالهم الخسيسة هي مكشوفة ونحن نرصدها، وأيضا نحن لها بالمرصاد ولن نسمح لأي شرخ في الشعب اليمني، وستظل مأرب لليمنيين دون استثناء وستحافظ على وحده والشرعية، وأبناء اليمن مشايخها وعقال محافظة مأرب يعرفون هذا الكلام ويدركونه، وهناك إلا قليل من يريد أن ينال من هذه المحافظة أو من المحافظات المحررة ويقلق الأمن والسكينة فيها. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد ربه مفتاح وكيل محافظة مأرب، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. أعود إليك أستاذ حسين. أستاذ حسين، يعني لو تحدثنا عند النقطة الأخيرة التي ناقشت فيها الدكتور عبد ربه، وهي يعني هناك من اعتبر قرار تعيين المدني الأخير فيه استفزاز للمقاومة، فيه استفزاز لمن يقاتل في الميدان، وربما يعني من هناك من يرى أنه جاء في توقيت غير مناسب. هل كانت المحافظة و يعني في غنى عن كل ما يمكن أن يثير أي نعرة عصبوية في الوقت الراهن؟ هو سؤال جيد وايضا في محل، لكن دعيني اعقب على ما ذكره الدكتور عبد الرب مفتاح، وهو من الشخصيات التي فعلا يعني يحسب لها يعني تواجدها وحضورها وايضا حسن ادارتها، وهذا الفريق الجميل الذي حافظ على الدوله، هذه السلطه المحليه والمكتب التنفيذي لمحافظه مأرب، كان هو فعلا الحاضن الكبير والحاضن الامين للدوله وعودتها حتى عادت الدوله
الجيش الوطني. أما ما ذكرتي فللأسف الشديد، للأسف الشديد هناك استغلال سيء. يعني نحن نشكو من العنصرية، العنصرية التي فرضت علينا منذ أكثر من 1000 عام كما يقول البعض. والتاريخ اليمني ربما مليء فعلا، والذاكرة اليمنية تحتفظ بأبشع أنواع القتل والإهانة والإذلال للشعب اليمني من قبل طائفة أو عنصرية معينة. لكن دعونا نكون حتى يعني نحن نكتوي من هذه العنصرية. فمن الأهم ومن الأسلم كما فعل نيلسون مانديلا والعظماء الذين فعلا سطروا يعني ربما حافظوا على بلدانهم، لم يقابلوا العنصرية بالعنصرية. يعني مقابلة العنصرية بالعنصرية هذه من الكوارث. يعني أن يتم تلوين الناس بألوان معينة أو الأحكام المسبقة عليهم. نحن لدينا نظام وقانون، والنظام والقانون هو من يقيم سلوك الشخص من عدم. يعني حينما يخطئ الشخص سنقول فلان أخطأ وسنحاكم فعله، لا نحاكم نسبه ولا نحاكم انتماءه ولا توجهه، وهي التي نعاني منها اليوم. يعني الذين يتحدثون اليوم عن الذريعة هي المداني، لكن اليوم الإعلام لم يتحدث عن المداني، ومنذ أمس لم يتحدث عن المداني. الذين يتحدثون على أن الأمن وعلى أن المحافظة هم يتبعون ميليشيات الإخوان كما سموهم أو الإصلاح، ثم بعد ذلك سيقولون أن مأرب هي تتبع داعش، ثم بعد ذلك يعني التهم الجاهزة والملابس هذه الفضفاضة التي يكذبون بها على الناس هي لا يستطيعون أن يزوروا كل شيء. لكن نحن لدينا نظام قانون، وهناك مؤسسات للدولة، هذه المؤسسات هي من تحكم على الشخص، وهي من تقيم أداءه. إن كان هناك من اعتراض فقد التقى بهم محافظ مأرب ووضح لهم كل شيء، ويعني كشف لهم كل ما يريدون أن يسمعونه، برغم أنه ليس من حق أحد أن يحاسب أحد على التعيينات، لكن من حقنا أن نحاسب الجميع على الأفعال والسلوك، وعلى أن نحاكمهم إلى النظام والقانون. وإلا سيكون هناك فوضى. يعني أن تأتي إلي تقول لي لا تدخل فلان إلى بيتك أو لا تسمي فلان باسم الفلاني، هذه فوضى. يعني لا تقبل مطلقا. أما التعيينات، يعني نحن نتحدث على أن عمدة لندن من باكستاني، هناك رئيسة الوزراء ربما سنغافورة يمنية، هل سنقول للناس يعني هذه فلانة أو علانة أو من الطائفة الفلانية أو العلانية؟ هذه مهزلة ومرفوضة. نعم. إذن كيف المأرب برأيك وما تمثله كعاصمة الإقليم سبى أن تكون نواة لدولة الأقاليم ومشروع الدولة الاتحادية أيضا؟ مأرب منذ أول ربما حدث هناك أكثر من اجتماعين أو 3 اجتماعات لإقليم سبا. هناك التقى محافظ مأرب ومحافظ الجوف ومحافظ سبا ومحافظ البيضاء، ربما أكثر من 3 اجتماعات من خلال العامين. وهناك ترتيبات مهمة جدا لهذا النظام، نظام الحكم الجديد الذي يسعى اليمنيون إلى تطبيقه، وهي على فكرة كانت موجودة منذ أيام الحميريين، وكانت من أنجح الأنظمة، أنظمة إدارة المجتمع اليمني، نتيجة التنوع الجغرافي وأيضا تنوع الخدمات وتنوع التنمية وتنوع أيضا التلاحم القبلي. وأيضا هذا هو التنوع الذي يميز الشعب اليمني منذ القدم. محافظة مأرب وبقيادة سلطانها أو محافظها السلطان الشيخ سلطان العرادة استطاعوا فعلا أن يقدموا نموذج يعني للدولة، والكل يشهد على أن في مأرب لا يوجد هناك أي مظاهر لأي ميليشيا على الإطلاق. يعني نحن نتحدث على أن مأرب هي الوحيدة الصافية التي فيها مؤسسات الدولة كلها، الكيانات العسكرية والأمنية، هناك حضور لرئيس الأركان وإقامة دائمة ومستمرة، هناك حضور للتوجيه المعنوي كما ذكرتم في التقرير، هناك حضور مثلا لوكلاء وزارة الداخلية، أكثر من 5 أو 7 محافظين متواجدين الآن في مأرب، الوزراء أتوا إلى مأرب ووجدوا فيها كل الترحاب. هناك أكبر شاهد على أن مأرب هي للجميع كما ذكر الدكتور عبد الرب مفتاح، مقبرة الشهداء. حينما تدخل مقبرة الشهداء تجد شواهد قبور الشهداء، هذا من عدن وذلك من حضرموت وذلك من تعز وذلك من شبوة وهذا من صعدة وهذا من كل محافظة الجمهورية بالاستثناء. مقابر الشهداء تشهد على أن مأرب هي محافظة الجميع، وهي منبت الدولة ومنبت الجيش الوطني، وأيضا هي التي ستعود باليمن إلى ربما العصر الذي لم يعني أو كان اليمنيون يحلمون به ولم يذوقوه، عصر الجمهورية الثانية بمؤسسيها الأبطال مثل عبد الرب الشدادي وغيره من الأبطال الذين ضحوا بدمائهم من أجل أن نعيش سعداء في هذا الوطن الذي نحلم ولا يزال يقاتل من أجل حلمه. نعم أستاذ حسين، يعني تابعنا جميعا كيف تناولت وسائل الإعلام حادثة أمس، وبالذات وسائل الإعلام الإماراتية تعاملت مع رجال الأمن وكانهم أفراد الإخوان، ومن قتلوا بأنهم من قبيلة
وسمتها يعني استدعاء القبلية من جديد، وأيضا حضور الدولة في مأرب وكأنها مدينة إخوانية كما قالوا. برأيك ما هي دلالات مثل هذا الخطاب وما الذي تريده بالضبط؟ طبعا كلنا نعرف أن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وأيضا بمشاركة الإمارات العربية المتحدة قاموا ولبوا واجب النداء الإنساني والأخوي، وساندوا وساهموا في طرد الميليشيا منذ أول لحظة للانقلاب، وكان هذا معروف وواضح والناس كلهم يعرفونه. ومن بين الشهداء الذين روت دماءهم أرضنا الطيبة شهداء الإمارات، وهناك شهداء السعودية، وهناك شهداء من السودان ومن قطر ومن كثير من الدول العربية التي ساهمت يعني بحب، وكان هناك تلاحم عربي كبير. يعني الذي حدث في مأرب من خلال التحالف في اليمن من خلال التحالف العربي كان نموذجا للأخوة العربية، وتجسد الدم واختلط الدم العربي الواحد. أما ما ذكرتم من التناول الإعلامي، فالعتب ليس على الوسائل الإعلامية، العتب على من يظهرون محسوبين على وزارة الإعلام. ونحن نتحدث عن أشخاص نعرفهم جميعا، هؤلاء هم الذين يسوقون لمثل هذه الأكاذيب. يعني هؤلاء هم من يطعنون الجمهورية في الخاصرة، هؤلاء هم من يزورون ويقلبون الحقائق. الذي حدث في صنعاء لم يكن احتلال للفرقة ولا للجامعة الإيمان ولا استهداف لعلي محسن. الذي حدث في صنعاء أنه استهدف الشعب اليمني، وقدمنا التضحيات وقتل كل ألوان الشعب اليمني، منهم كما ذكرت اليوم في مقالي أن من قتل خالد الرضي الذي هو أحد رجال علي عبد الله صالح والمقربين منه، بينما كانوا يكذبون علينا أن صنعاء هي تبع الإصلاح أو تبع جامعة الإيمان أو تبع علي محسن. هكذا يروجون لنفس الكذبة، وهم مشردون، هم ملاحقون من الحوثي، وهم عانوا وذاقوا ألوان العذاب. وما يجني الشعب اليمني اليوم وما يدفعه من ثمن كارثي نتيجة الأكاذيب التي تحاول أن تزور أن أن هناك فئة معينة إطلاق التهم كما تسمى أو كما عرفت في أمريكا بالمذهب المكارثية، وهي الكذب على الناس واتهامهم بلون معين قبل أن يحكموا عليهم، بينما هناك من يتواجد في مأرب هي الدولة. وندعو هؤلاء إلى أن يحترموا، يعني إن لم يكن لديهم ضمير وطني عليهم أن يحترموا أطفالهم. كيف سيقابلون أطفالهم وماذا سيقولون لهم حينما يكبرون، حينما اختزلوا وطعنوا الوطن بأكاذيب مثل هذه الأكاذيب؟ نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ حسين الصوفي الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. مشاهدينا الكرام، نستكمل هذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل. لا يمكن أن نستقر ولا يمكن أن نصنع دولة إلا إذا صنعنا الرجال، وإذا كان هناك جيش وطني مثل أمثالكم. جيش بمعنى جيش، لا يتبع حزب ولا يتبع قبيلة ولا يتبع مذهب ولا يتبع شخص ولا يتبع إلا عقيدته ودينه ثم وطنه. المعركة تستهلك الرجال، فيه منا من استشهد، فيه منا من جرح، فيه منا من تعوق، وبالتالي لابد أن يكون هناك بديل، وأنتم البديل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونحن نتابع هذه الحلقة حول مأرب والتي تعد عاصمة إقليم سبأ وتعد أهم قلاع الجمهورية كما يقال، وعاصمة اليمنيين الفعلية
وربما ما يحدث أمر مدبر للمأرب، حيث يعني أن هناك من يريد فعلا زعزعة الأمن هناك، وربما هذا ما أثبتته التحقيقات التي ظهرت بعد حادثة الأمس، وجود عناصر مسلحة في المتظاهرين، أيضا احتفاء الإعلام بما حدث بالأمس، إعلام الطرف الآخر أيضا، ربما يجعل من يتابع أن يضع علامة استفهام كبيرة حول ما يحدث، ما يجري في مأرب لا يراد به انتصارا لأحد، وإنما ربما يراد به زعزعة الأمن كما تحدثنا. الاحتفاء الإماراتي والتغطية الإماراتية اللي الحدث ربما تكشف الكثير من الأسرار، ما الذي يعنيه استدعاء القبيلة بهذا الشكل؟ ما الذي يعنيه أن تتحدث عن أن مأرب هي عاصمة إخوانية أو منطقة إخوانية كما أسمتها أو تعج بالإخوانيين؟ يعني كل ذلك مشاهدينا الكرام هي مجمل من الأسباب التي تود لها يعني أو يراد لمأرب الوقوع في هذه الكارثة المناطقية، الكارثة السياسية أيضا بحكم أنها عاصمة عسكرية، وربما أيضا هي عاصمة حقيقية ومدنية للشرعية، الشرعية التي ربما ممثلة ب المحافظة سلطان العرادة، والذي أثبت في كل مرة بأنه رجل دولة حقيقي في حين تهاوت كثير من القلاع. إذا نواصل هذه الحلقة مشاهدينا الكرام بانضمام الأستاذ منصور الشدادي الناشط السياسي عبر سكايب من باريس. مساء الخير أستاذ منصور. أوكي، لكن ما الشاحن. أستاذ منصور أنت معنا على الهواء الآن، تسمعوني جيدا؟ الو. نعم انا اسمعك، انا اسمعك بوضوح استاذ منصور، هل تسمعني؟ نعم 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 تمام، والكادر كويس وان شاء الله الامور ولا احسن. بدايه استاذ منصور، يعني كيف تابعت ما حصل امس في مأرب؟ هل يمكن ان يؤثر على امن مأرب فعليا كما يقال؟ لعل هناك رداءة في الصوت، لم أستمع السؤال جيدا. نعم أعيد السؤال، الآن تسمعني بشكل أوضح؟ ألو. نعم تسمعني، أنا أسمعك جيدا أستاذ منصور، تسمعني؟ أسمعك لكن ليس جيدا، هناك مشكلة في الصوت أعتقد. نعم إذا أنا طالما أنا أسمعك نعم جيدا. نعم تمام. أنا أسمعك جيدا، سأرفع صوتي أكثر جيداً. ممتاز. إذا أستاذ منصور أود أن تحدثني عن رأيك حول ما حدث بالأمس في مأرب، يعني هل يمكن أن يؤثر على أمن المحافظة فعليا؟ للأسف لم أستمع للضيوف الذين سبقوني، لعل الترتيب لم يكن يعني من حظنا أن نسمع لمن سبقونا، لكن أعتقد بشكل عام أنا كنت على قناتكم الموقرة بالأمس وأعطيت رأيي فيما يخص الأوضاع الحاصلة في مأرب، يعني من الناحية الأمنية ومن ناحية صراع الهويات وإلى غير ذلك، لكن باعتقادي أن الحدث عابر ولن يؤثر يعني على الوضع الأمني المستتب في المحافظة في حالة كان هناك حلول منطقية وواقعية لما حدث وتفادي لما يحدث في المستقبل. نعم نعم. إذن هناك من يقول أستاذ منصور يعني أن المحافظة أثبت أنه رجل دولة في أكثر من موقف، فعلى أبناء مأرب أن يثقوا في محافظهم وأن لا يتدخلوا في مسألة التعيينات التي تحدث هنا وهناك، ما رأيك؟ العلاقة يعني العلاقة المجتمعية مع سواء القبلية مع السلطة المحلية وعلى رأسها محافظ المحافظة يعني مشت كل الفترة التي مضت منذ توليه في العام 2012 إلى اليوم يعني بطريقة سليمة جدا، وذلك يعني لقدرة يعني لتفهم أبناء المحافظة يعني مصلحة محافظتهم ورفع كلمة يعني رفع شأن محافظتهم، وكذلك قدرة المحافظ، يعني المحافظ كانت له قدرة أن يستوعب الكل، أن يكون قريب من الكل، أن يستمع للكل، ونأمل من المحافظ أن يستمر في هذا النهج الذي اتبعه منذ توليه المحافظة حتى اليوم هذا. وأعتقد أن جميع القبائل جميع أبناء محافظة مأرب
يعني يقفون بجانب محافظ المحافظة الشيخ سلطان العرادة ويشدون من أزره في كل المواقف يعني التي يتخذها. لكن كما ذكرت بالأمس يجب على السلطة المحلية أن تبادر يعني تبادر ولا تتجاهل الوضع. لأن تبادر بماذا بالضبط؟ يعني ما الذي عليها عمل؟ كما ذكرنا أن هناك حلول يجب أن تتبع يعني حتى لا تتفاقم المشكلة أو حتى لا يشعر يعني جزء من أبناء المحافظة أنهم قد ربما لم يستمع لهم أو لم يستمع لمطالبهم ويتبنوا قد ربما سياسات تصعيدية ضد المحافظة أو ضد قرارات المحافظة في محطات قادمة. هذا الذي ذكرنا بالأمس. لهذا يجب على السلطة المحلية يعني أن تنشئ يعني أو تقوم بحوار، وليس عيب أبدا أن يكون هناك حوار يعني لمناقشة المسائل الشائكة. فعلى مستوى مثلا إذا كان يعني على في مستوى البلدان يعني المتعلمة إذا كان حتى يريدوا أن يعملوا موقف للسيارات يعني يكون هناك حوار بين أبناء الحي حتى يخرجوا إلى حلول. ولعل كل أبناء المحافظة يعني كل أبناء المحافظة ما بينهم الذين اعترضوا على القرار الذي صدر بتعيين مدير أمن يعني كانت أسباب يعني اعتراضهم على هذا القرار قد ربما يعني لها يعني ما يبررها. ولهذا يجب على السلطة المحلية أن يعني تطلب من المعترضين على هذا القرار بتشكيل لجنة بسيطة ويتناقشوا في وأنا متأكد إذا كان هذا الشيء وأدرك ذلك أنه سيؤدي إلى حل سريع المشكلة. نعم، إذا كيف تفسر التعطي الهجومي وتضليل وسائل الإعلام إماراتية حول حادثة الأمس؟ يعني ما الذي يمكن أن يمثله من خاطر أو ما الذي يمكن أن يخاف عليه على مأرب من يعني هناك من يقول أنه ربما الخوف على مأرب من مصير يشابه مصير عدن، ما رأيك أنت؟ أنا والله لم أتابع أنا أي شيء صدر في هذا الموضوع من الأمس اليوم، لكن يعني الحديث يعني عن أن عناصر من أمن الإخوان قاموا بقتل شخصين من قبيلة مراد، التحديد واستدعاء القبيلة بهذا الشكل. قرأت في يعني وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك لعب مثلا على الوتر القبلي، لكن هؤلاء الذين يقومون بمثل هذا العمل لا يعرفون الطبيعة المأربية، لا يعرفون أن أبناء مأرب السبائيون قد تجاوزوا هذا الكلام وإثارة النعرات يعني بشكل كبير، وأثبت ذلك الأحداث الذي مضت. لهذا لا خوف أبدا من وجود يعني نعرات قبلية أو إثارات قبلية ضد الآخر، تجاوزنا هذا الشيء. الخوف فقط هو يعني تجاهل المطالب، الخوف هو الاستقلال الخارجي من قبل العدو، لأن كما رأينا في صفحات العدو أنهم فرحين بهذا الشيء، وهذا الشيء يجب على أبناء مأرب أن يعني يضعوا حدا له يعني. لكن مفاهيم الصراع، مفاهيم الهوية يعني موضوع يعني راهن وهو طبيعي أعتقد. لهذا أجد بعض الشباب يتحسسوا من الهويات الصغرى، ونحن يعني بعدما هاجم الحوثي المناطق الأخرى أكيد بالطبع نشأت هويات صغرى في المحافظات، سواء هويات على مستوى مأرب أو الجنوب أو تعز وإلى غير ذلك، وهذا أراه شيء طبيعي، وقد ربما أنه قابل للتغير مع سابق يعني مع 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 الوقت يعني نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تتحدث ستتغير كل هذه الهويات الصغرى. وهذه الهويات قدر منها موجودة يعني هو شيء طبيعي يعني في الإنسان، موجودة في الدول الكبرى يعني في البلدان الديمقراطية، في البلدان الأكثر وعيا. لو نظرنا إلى فرنسا مثلا، هناك إقليمين في فرنسا يعني يفتخرون بهوية الإقليم أكثر من افتخارهم يعني بهوية الدولة، وهي نعرف من فرنسا، نعرف مستوى الوعي الذي وصلوا إليه، كذلك في كتالونيا وإلى غير ذلك، فنورماندي وبروتاني في فرنسا يفتخروا أنهم أبناء الإقليم أكثر من افتخارهم بفرنسا. وهذا الشيء يعني أطلب من الجميع أن يتفهم هذا الشيء، لأن يعني بسبب الصراع الحاصل
لكن يجب علينا السعي لتخفيف هذا الشيء. وما أطمن الآخرين به أن أبناء مأرب، يعني صحيح أن في هناك مجموعة من أبناء مأرب أو قد ربما يعني يسعوا إلى إيجاد هوية مثلا بهم، لكن ما أنا متأكد منه أن هذا يعني الاعتزاز بالهوية دون الوطنية لن ينحرف يوم من الأيام إلى عنصرية، لأن الطبيعة المأربية، الطبيعة القبلية لأبناء مأرب، الطبيعة الصحراوية لا يمكن أبدا أن يعني لا ترفض الآخر مثلا، لا يمكن أبدا أن ترفض الآخر، فكيف بالآخر الذي هو يعني مكمل لمأرب؟ نعم. إذا يعني ومأرب بهذا الشكل. نعم، الكثير من الناشطين أستاذ منصور يعني كتبوا عن مأرب كأهم قلاع الجمهورية وعاصمة كل اليمنيين الفعلية، يعني برأيك ما الذي تمثله مأرب بالنسبة لمعركة اليوم؟ طبعا مأرب تمثل الشيء الكبير بالنسبة للجمهورية وبالنسبة للمقاومة، ومن يحاولون أن يصطادوا في الماء العكر أقول لهم يعني لن يصلوا إلى مأربهم أبدا، لأن هناك يعني حاجة للتكامل لم تنتهي بعد. لن يحدث من أبناء مأرب عنصرية ضد يعني إخوانهم الذين وقفوا وإياهم في الأيام الشديدة لمواجهة الميليشيات القادرة المنتهكة للدولة، لهذا لا قلق من هذه النقطة أبدا. ما يجب على السلطة المحلية أيضا أن الحاجة للتكامل لم تنتهي بعد، يعني مصلحة مأرب تحتم استمرار يعني استمرار التكامل مع إخواننا الذين يعني موجودين لخمس سنوات قادمة على الأقل، حتى يتمكن المجتمع المأربي السبائي بشكل عام من تشكيل نفسه وإيجاد الكوادر يعني وتجاوز الخلافات العميقة التي يمكن أن تحصل. لهذا أطمئن الكل ألا خوف على مأرب، لكن أناشد السلطة المحلية من هنا، يعني ثقافة التجاهل هي من يعني ستشكل قاعدة صلبة قابلة أن ترفض كل القرارات أو قابلة أن تستقل من قبل جهات أخرى. ولهذا هذا تنبيه، إن مضوا في التجاهل مهما كان صغيرا، يعني الاحتجاج يجب أن يقابل بالحوار، والحوار هو كفيل بإيضاح كل شيء. نعم، ربما هذا ما حدث يعني بحسب ما تحدث ضيفنا بخروج محافظ المحافظة وشرح يعني كثير من الأمور. أود أن أسألك أيضا يعني ما هي أهمية برأيك التغيير الديموغرافي الذي حصل في مأرب بعد هذا التوسع الكبير؟ يعني قرابة 2 مليون يمني مستقر الآن في مأرب، ما الذي يمكن أن يضيفه ذلك للمحافظة؟ هو بحقيقة الأمر أضاف أشياء كثيرة إيجابية يعني، وكذلك يعني حاجة بسيطة كما نذكر سلبيا يعني على المحافظة، لكن الشيء الإيجابي هو الكثير. قد ربما هو تغيير ديمقراطي مؤقت حتى يتم تحرير بقية المناطق من قبضة الميليشيات، لكن هو أضاف شيء الكثير بالنسبة للتنمية الاقتصادية، الاستهلاك، بناء مشاريع جديدة إلى غير ذلك، بالإضافة إلى يعني السمعة التي اكتسبتها مأرب والتي لا يجوز أبدا لأبناء مأرب التفريط فيها، يعني لأنها كانت ولا تزال وستبقى حاضنة للمقاومة، حاضنة للأحرار الذين خرجوا من مناطقهم، يعني بقية النضال من أجل الجمهورية والثورة والوطن، وهذا شيء لا خوف ولا قلق عليه أبدا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ منصور الشدادي الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من باريس. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.